وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء داعيا المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبه على مملكتنا الغاليه بدوام التقدم والنماء وان يجعله عام خير على الامتين العربيه والاسلاميه والعالم اجمع